شاء الله طيب بإذن الله. احنا دلوقتي عندنا مباراة برضو مهمة جدا مع طلائع الجيش يوم السبت اللي جاي، كلنا عارفين ازاي الاهلي استعد للمباراة الختامية في مشواره في الدوري بجدية. خلونا نروح نشوف التقرير ده ونرجع تاني مع حضرتك. وسط حالة من الجدية والتركيز والإصرار، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني استعداداته المكثفة على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وذلك استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش على استاد الأهلي وي السلام السبت المقبل ضمن منافسات الأسبوع 34 والأخير من مسابقة الدوري الممتاز، على أن يتسلم الأهلي درع الدوري في احتفالية خاصة قبل بدء لقاء طلائع الجيش بعد أن حسم اللقب لصالحه قبل انتهاء المسابقة بسبعة أسابيع كاملة. ويقود موسيماني الكتيبة الحمراء في لقاء طلائع الجيش بالدوري السبت المقبل، وعينه وعقله يتجهان صوب المواجهة المرتقبة بنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي سيكون الأهلي طرفها الأول بعد تأهله على حساب نادي الوداد المغربي بالفوز عليه في مواجهتي الذهاب والإياب بقبل النهائي، منتظرا تأهل الطرف الثاني للمباراة والفائز من بين الرجاء المغربي والزمالك، وذلك من خلال مواجهتهما معا بمباراة الإياب بالدور قبل النهائي من البطولة باستاد القاهرة الدولي والمقرر إقامتها الأحد المقبل، وذلك بعد أن قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتأجيل المباراة لأسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بين صفوف الفريق المغربي وبالتالي إصابة عدد كبير من لاعبيه. ويركز موسيماني وجهازه المعاون خلال هذه الفترة من الاستعدادات على إعطاء جرعات بدنية خفيفة للاعبين إلى جانب تحفيظ بعض الجوانب الفنية والجمل الخططية التي تشتمل على بناء الهجمة بداية من منتصف الملعب بالإضافة إلى الكرات العرضية، كما يحرص بيتسو موسيماني دائما على توجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء خلال المران. ويعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني حاليا على انتقاء أفضل العناصر المتواجدة بمختلف فرق المراحل العمرية بقطاع الناشئين بالنادي لكي يستفيد فريق الكرة الأول بالنادي من أبنائه المنتمين إليه منذ الصغر للاعتماد عليهم في المستقبل. وبالفعل قام الجهاز الفني للأهلي خلال الفترة الماضية بتصعيد ستة ناشئين جدد بل وإشراكهم في التدريبات الجماعية، وهم محمد حسام ميدو مدافع من مواليد 2000، وفارس طارق ظهير أيمن من مواليد 2000، وأحمد محمد عبد القادر حمدي مهاجم من مواليد 99، وعبد الرحمن أشرف مانو لاعب وسط مدافع من مواليد 99، وأحمد سيد عبد النبي ظهير أيمن من مواليد 2002، وأحمد نبيل كوكا لاعب وسط دفاعي مواليد 2001، فيما يشارك مجموعة أخرى من الناشئين بشكل منتظم في مران الفريق، وهم محمد فخري ومحمد شكري وشادي رضوان والحارس أحمد طارق. ويسعى الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز السبت المقبل، ثم نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته يوم 6 نوفمبر المقبل.